يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر عن بعض السلف قولهم نمر الصفات بلا تغيير، فما المراد بهذه العبارة؟ بلا تغيير، بلا تفسير. بلا تفسير، أي نعم، هذا كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله: أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفسير الخلف اللي يؤولونها، يعني هم يسمون التأويل تفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، من غير تفسير، يعني كتفسير الخلف الذي هو التأويل عندهم. أما التفسير بمعنى معرفة معناها فهذا لا أحد ينكره، لا الإمام أحمد ولا غيره. فمعنى قوله من غير تفسير أي على نمط تفسير الخلف لها، من أنها يراد بها كذا وكذا. نعم.